صباح الخير مشاهدينا الكرام، نشكر الله بكل هالأوضاع المشحونة بعدنا عم نقدر نلتقى سوا لحتى نتشارك كلمات حب وتعزية. هيدا عنوان حلقتي لليوم. بمقدمتي بحب أحكي عن كلماتنا. بأوقات الضيق والأزمات بتصير الكلمات أكثر من مجرد وسيلة للتواصل، إنما بتتحول لأدوات قادرة تشفي النفوس أو تجرحها بعد أكثر. بتحمل الكلمات تأثير عميق جدا على الحالة العاطفية والنفسية للأفراد، خصوصي بلحظات الضعف. لهيك مهم نعرف كيف نختار كلماتنا وتكون مناسبة عند التعامل مع الآخرين. مثلا كلمات التعاطف والاحتواء هن حجر الأساس لدعم الشخص المتأزم، وأهم ما الكلمات يلي بتعبر عن تفهم مشاعر الآخر ومعاناته، مثل أنا حدك، بفهم كتير منيح يلي عم تقطع فيه. هالعبارات بتفرجي اهتمام حقيقي وصادق، وبتخلق مساحة آمنة للتعبير عن الألم والمشاعر، وبتخلق شعور بأنهم مش متروكين لوحدهم بمواجهة مشاكلهم. بالأوقات الصعبة ما في أحلى من كلمات التشجيع وبث الأمل. بهالمرحلة كل شخص منا بحاجة يسمع كلمات بتحفزه على الاستمرار وبتعطيه القوة. عبارات بسيطة مثل أزمة وبتقطع، أنت أقوى من ما مفكر، أو بمطرح من المطارح غايمة وبتقطع، وما في نزلة إلا مقبيلة طلعة. هالكلمات بتساهم برفع المعنويات وبتحمل طاقة إيجابية تتساعد الآخر يتغلب على القلق واليأس. الأزمات بالعادة بلفها غموض وعدم يقين، وما حدا بيبقى عارف شي من شي، وبتكتر التكهنات. لهيك استخدام لغة واضحة وهادية بتساعد بتقليل القلق والتوتر. كلمات مثل الأمور رح تتحسن، الله قادر، خلي إيمانك بالله كبير، عطول الخير بيغلب، هالكلمات بتعطي إحساس بالثبات والأمان بمواجهة الفوضى. من ناحية تانية لازم ننتبه نتجنب كلمات اللوم والنقد، وخصوصي بهالمرحلة الحساسة. الكلمات القاسية والتوبيخ ممكن تزيد من مشاعر الذنب والغضب، وهيدا بيعقد الأمور أكثر وأكثر. لهيك من المهم التركيز على تقديم الدعم لتخفيف الضغط والتوتر، وبس هيك. مش ضروري نعطي رأينا بالسياسة، مش ضروري نعبر عن مواقفنا السياسية، هيدي مرحلة لحتى نختبر حبنا للإنسان وفقط الإنسان. وآخر شي بحب أحكي عنه هو الصمت المدروس، يلي بيكون أوقات كتير أقوى من أي كلمة ممكن تنقال، لأن ببعض المواقف بيكفي بس التواجد بجانب الأشخاص من دون الحاجة للكلام. الحضور الصامت بيعطي راحة وطمأنينة، وهيدا دورنا بهيدي المرحلة القادمة. والخلاصة بتقول الكلمات بالأوقات الحرجة قادرة تعمل فرق وترفع معنويات وتخفف مشاعر اليأس وتعطي حافز للاستمرار من خلال زرع الأمل والتفاؤل والطمأنينة. من هيدي المقدمة بحب انتقل لفكرة تانية، إنه الكنيسة كمان دورها أساسي بهيدي المرحلة. الكنيسة تعزية، الكنيسة مستشفى حاضن لأوجاع وأمراض أبنائها. ومن هون بنتقل للأم بورفيريا رئيسة دير مرسمعان العمودي حماد، لحتى تكون عم تعطينا كلمة تعزية بهالمواقف الحرجة. نسمعها سوا. أحبائي الله معكم، طلب مني أحكي كلمة معزية بهالزمن العسير اللي عم نمر فيه بالعالم ولبنان بشكل خاص. أنا بعرف إنه في كتير نفوس قلقانة وخيفانة وموجوعة وحزينة، كل يوم ممنوعة ومنلاقي شي جديد بيزيد حزن على حزننا وقلق على قلقنا ووجع على وجعنا.
بس نحن هون لازم ننتبه إنه ما نستسلم لأي حالة سلبية، بالعكس خلينا ننتفض ونقوم من جديد لسبب وحيد، إنه نحن عنا إله بالسماء ما بينسى أبدا ولاده المتوكلين عليه. بوسط الضيق والحزن نحن منلجأ لربنا، وهو بطريقة عجيبة بحول هالشي لتعزية ولقوة، هو مصدر القوة. مشان هيك ما لازم نخلي اليأس يسيطر علينا وعلى نفوسنا. صحيح إنه هيدا العالم عم بيزيد وحشية وغربة عن الله اللي هو مصدر الحياة، نحن بدنا نقرب من الله لأنه هو وحده بخلينا نتغلب على كل المشاعر السلبية، وبخلينا بنفس الوقت قادرين إنه نبث طاقة إيجابية بكل الناس اللي حوالينا رغم كل الظروف الصعبة اللي نحن أكيدين إنها رح تتغير عاجلا أم آجلا. مطلوب منا إنه نحن نزيد جهادنا وتواصلنا مع الله بالصلاة وبالخدمة وبالمحبة، هيدا الشي بخلينا نشعر بهالطاقة الإيجابية، وبخلينا نتغلب على كل علامات موت النفس اللي هي القلق والاضطراب والحزن والكسل. بتواصلنا مع الله بيتكثف حضوره فينا، وبنفس الوقت منشعر بهالأكسجين الروحي اللي بيفوت على خلايا نفوسنا وبيعطينا المناعة ضد كل هالمشاعر السلبية. من دون ما يفوت روح الله على كياننا، من دون نعمة الله ما فينا نتحرر من اليأس والموت اللي بيسيطروا علينا حتى لو ما في حرب. من دون روح الله رح نلاقي حالنا عم نختنق بجو ما فيه تعزية وما فيه راحة وسلام. سلام نفوسنا ما بيجي من برا، سلام نفوسنا بيجي من سكنة الله فينا، مثل ما قال الرب يسوع: ملكوت السماوات في داخلكم. كمان يا أحبائي أنا بحب إلكن إنه خلينا نجرب ما نخاف من أي ألم نفسي أو جسدي. الإنسان معرض للآلام، والألم هو اللي بيجعله إنسان. هي حيالله ألم نفسي أو جسدي صغير أو كبير ما بيخوفنا، لأنه أوقات الألم يشكل درع حماية ضد الأهواء والخطايا الموجودة جواتنا، وبيفتح لنا باب التوبة والتواضع. في كتير آباء قالوا لنا إنه ربنا بيزورنا بالألم، وهو بحنانه بيعرف كيف يحول حيالله واقع مرير لعجوبة سماوية. بواقع اليوم ما فينا بالفعل ما نتألم مع المتألم ونبكي مع الباكي، ما فينا ما نتعاطف مع كل دمعة أم، مع كل حسرة بي، ومع كل وجع يتيم، ومع كل مشرد من بيئته وبيته وذكرياته وحضنه الدافئ. بس نحنا خلينا نكون جواب الله للبشرية المعذبة، منخفف قد ما فينا من أوجاعهم بمحبتنا وخدمتنا وتواضعنا. نحنا مدعوين اليوم لنشهد لنور ربنا فينا وندوي عتمات الناس حولنا، نتدرب أكتر على الصلاة وعلى الإخلاص لربنا، نلتصق فيه أكتر وأكتر. آخر شي أحبائي بحب أقوله إنه أوعى تيأسوا، قووا إيمانكم، أدسوا ذواتكم بطاعتكم لوصايا ربنا، عيشوا كلام الله بكل وفرة الحياة اللي فيه، صلوا بلا انقطاع ليتدخل الله ويرفع عنا ثقل التجارب، واتبعوا أعظم وصية عطانا إياها الرب يسوع: ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يبذل الإنسان نفسه عن أحبائه. والله معكم. شكرا يا رونديسا على هيدي المداخلة، شكرا على هالكلمات يلي فعلا بتفوت على القلب وبتزرع فرح وطمأنينة، وبتكون عم بتحفزه لحتى يرجع من أول وجديد يلقط علاقته بربنا ويجاهد ويصلي أكتر لحتى فعلا هالشر تكف إيده عنا، وفعلا نقدر نلاقي السلام بأبسط الأشياء يلي نحن ممكن نكون عم نقوم فيها. ومن هيدي المداخلة بننتقل لفقرة علم نفس. بفقرة علم نفس لليوم بدي أحكي عن شغلة كل العالم عم بتنق أوجاع وآلام ومزعوجين وصعوبات إلى آخره. بحب أقول لكم شوفوا الجهة
الحلوة من هيدا الواقع، لأنه أفضل دروس الحياة نحن منخدها من الأزمات والأوجاع والألم. بكتير أوقات نحن منقطع بمشاعر معينة بتعلمنا فعلا أنه نكون ريزيلينت، أنه نكون مرنين، أنه ما نوقع من أول شغلة بتصادفنا. بتربي عنا هيك مثل عضلات داخلية نفسية وروحية حتى نواجه الأزمات والأمور يلي بتقطع علينا. وهول الصعاب يلي عم نقطع فيهم رغم أنهم موجعين ومأذيين ومزعجين، لأنه أوقات كتير بيكون وجعنا على الأشخاص يلي حوالينا، بس هيدا لازم يكون حافز لإلنا حتى يربى عنا نضج معين، ونعرف نقطع عن أمور بسيطة وما إلها عازة، ونعرف كتير منيح كيف نتعاطى مع الآخر، كيف نحب الآخر، كيف نمد إيدنا تجاه الآخر، بالإضافة لأمور كتيرة وصعاب بتواجهنا مثل الرفض، مثل كتير قصص تانية، وجع القلب، كتير أمور، بس هيدول كلهم بيزرعوا عنا عضلات ثابتين حتى نعرف نواجه مواقف الحياة بقوة ومن دون ما يأثر فينا شيء، وأكيد بحكمة. ومن فقرة علم نفس مننتقل لركوة حبر. وبننتقل هلأ لصديق البرنامج العزيز أنطوان شمعون ومداخلته الأسبوعية بكلمات جميلة جدا بحط حكم وعبر من الحياة. نسمع اليوم شو عنده أنطوان يقلنا وركوة حبر. البيوت مش تابوت. بنت عم تسأل بيا وبيا عم يجاوبها، كيف هيك يا بيي بتخلص الخبرية؟ معقول هودي الناس ما ختيروا ماتوا؟ ومن حجر البيوت عمروا التابوت وعاموتهن فاتوا؟ لا لا يا بيي، هالناس ما ماتوا. القصة وما هي هالعمر شتوية، بارد وبرداته مثل طبعه خوت، سقعوا شوي لبسوا حجر البيوت تاع الدفا فاتوا. عم نسمع ونشوف هالناس، شي مات شي تهجر شي تشرد، وشي ناطر موته وما عم يلاقي تابوت، وشي حامل بيته ع ظهره وما عم يلاقي تاكسي. شو منقول ليلي ماتوا؟ منموت معكن؟ ليش اصلا يلي ما ماتوا عايشين؟ شو منقول ليلي ماتوا؟ نبكي عليكن؟ ليش الدمع بيرد الميت؟ لو الدمع بيرد الميت كانت هلأ السما عم تصوفر. يلي بيعزي هالناس انه هالكاس مرق ع كتير ناس قبلن، من يوم يوم ولبنان اجت غياب، ويلي ما غاب اليوم غاب مبارح او بكرة. ويلي بعزينا بالموت انه لما احبابنا بيمشوا طريق الموت بصير الطريق إلنا، وبصير الموت حلو. كان معكن أنطوان شمعون وركوة حبر. ومن ركوة حبر ننتقل لأدفايس. بفقرة أدفايس لليوم
ما كترت عليكم، لأنه كل حدا ملتهي بأوجاعه وبمشاكله وكيف بده يقطع هالأيام، إنما بفقرة اتيكات خلينا نشوف كارمن حجار شو عندها نصيحة إلنا إياها. نصايح بنت الستين للصبايا والستات الحلوين. نصايح إلك: اتعلمي واستثمري وطوري بحالك، اشتغلي واعتمدي واتكلي على حالك، وسقي وعرفي قيمة حالك، الأولوية لنفسك، اهتمي وحبي حالك، هيك ما حدا بيستغلك، ما حدا بيذلك، ما حدا بيمننك، ما حدا بيهينك، ما حدا بيربحك جميلة بأكلك ولبسك وشربك، هيك لو شو ما صار انت مش ضحية، انت قوية، انت قد حالك. شكرا كارمن على هالمداخلة. ومننتقل لكارول غصيني: حليب أم مش حليب؟ بعجقة المساعدات لازم ننتبه كتير منيح شو عم يتوزع ونقرأ مظبوط الانجريدينت أو المحتويات المكونات يلي موجودة على العلب أو أكياس الحليب. ومنشوف سوا هالفيديو مع كارول. عم شوف حليب بس مش حليب. لا ما عم بتنبأ، حقيقة شوفوا معي. هيدا منتج لحليب مجفف، شوفوا مكوناته: خليط من الحليب والزيت النباتي وشراب الذرة اللي هو السكر، وكمان رجعين ضايفين سكر، واخر شيء كمان محطوط لاكتوز وكمان سكر، فصار منتج سكر بالحليب. حتى لو مليان فيتامينات ومعادن هيدا الشيء ما بيعني انه صحي. اما هذا المنتج الثاني شوفوا قد ايه احسن، مكوناته فقط حليب بقر مجفف كامل الدسم، واكيد زيدين عليه صويا لاسيتون ليزيد من عمليه ذوبان المكونات ببعضها. وبآخر نصيحة لليوم نبقى سوا مع دكتور زاهية غدار ونشوف سوا شو عندها تقلنا. كمعالجين نعرف كيف لازم ندعم المريض وعائلته، شو لازم نقول، كيف نتصرف، بس أوقات بنكون بس بحاجة نحكي ونستشير معالج تاني بالمجال كرمال نتأكد أنه نحن على الطريق المزبوط. هذا الشيء ما بيعني أنه نحن معنا الخبرة الكافية لنعرف نتصرف بالطريقة المطلوبة، بيكون بس بحاجة نفكر ونعبر على صوت عالي. ما لازم ننعزل، خاصة لما نكون نشتغل لحالنا بالعيادة. دايما شاركوا واحكوا مع المعالجين اللي حواليكم لتكونوا حاضرين وقادرين تعطوا أفضل ما عندكم للمرضى وعيالهم. لهون بنكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم من كوفي بريك. إن شاء الله بيكونوا هالمواضيع نالوا إعجابكم، وأنا بطلب منكم تتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ويوتيوب ولايف عبر رابط مريم تيفي. انتبهوا على حالكم، على تحركاتكم، ونشوفكم بخير بإذن الله.